السلام عليكم، معكم الأستاذ طارق المجدي، أستاذ مادة الرياضيات بالثانوية الإعدادية ابن خلدون. في هذه الحصة هذه غادي نتناولوا درس متوازي الأضلاع. الدرس اللي هو درس من دروس الهندسة اللي داخل في البرنامج ديال الدورة الثانية، وهدرت طبعا لفائدة تلاميذ السنة الأولى ثانوي إعدادي. نبدأ بسم الله. طبعا غالبية التلاميذ غادي يكونوا طبعا ناول الدرس ديال التمات المركزي. الان غادي ندوزو للدرس الذي يليه، اللي هو الدرس متوازي الاضلاع. بسم الله. طبعا هذا الدرس مقسم الى اربعه اجزاء. كاين التعريف ديال متوازي الاضلاع، طبعا هناك خاصيات ديال متوازي الاضلاع، هناك إنشاءات أو مختلف إنشاءات ديال متوازي الأضلاع، وذلك باتباع الخاصيات ديال متوازي الأضلاع، وأخيرا طبعا تقويم اللي من خلاله غادي نعرفوا مدى تمكن التلميذ من محتويات الدرس. نبدأ بسم الله بالتعريف. طبعا متوازي الأضلاع كما درستو في السنوات ديال الابتدائي هو واحد الرباعي كل ضلعين متقابلا فيه متوازيين. وبالاعتماد على هذا التعريف يمكن لنا ننشئ متوازي اضلاع باستعمال المسطره والكوس. بالطبع ننشئ مستقيمين متوازيين، طبعا مستقيم مساعد كنستعملوا فيه الكوس كما كتشوفوا، بعد ذلك نقوم طبعا بإزالة مستقيم مساعد، ثم مستقيمان مائلان متوازيان دائما باستعمال الكوس لإنشاء، طبعا كما كتلاحظوا لإنشاء فقط باعتماد التعريف. فهذه السنة دي طبعا أي تعريف أو أي إنشاء سيكون مبرر. وبالطبع هذا الرباعي المحصل عليه هو متوازي أضلاع، الرباعي ABCD يمثل متوازي أضلاع طبعا اعتمادا على التعريف. نمر الآن إلى الخاصيات. خاصيات متوازي الأضلاع، طبعا الخاصيات هناك ثلاث خاصيات بالنسبة لمتوازي الأضلاع. هناك خاصية القطرين، تليها خاصية الأضلاع المتقابلة، ثم أخيرا خاصية الزوايا المتقابلة. نبدأ بسم الله بخاصية القطرين. لدينا متوازي أضلاع ABCD، طبعا سوف نقوم بإنشاء القطرين، والقطرين طبعا هو عبارة عن مكتسب قبلي لدى التلميذ ابتداء من سنوات ابتدائي. القطعتان AC و BD تسميان بالطبع قطرين متوازي أضلاع، والقطران AC و BD لهما نفس المنتصف، ويمكن التأكد من ذلك باستعمال البركار أو باستعمال المسطرة. النقطة O تسمى مركز متوازي الأضلاع ABCD. نمر الآن إلى الخاصية رقم 2، وهي خاصية الأضلاع المتقابلة. طبعا إذا كان لدينا رباعي متوازي أضلاع فكل ضلعين متقابلين في متوازي أضلاع متقايسين، فكما تلاحظون
AB تساوي DC وكذلك AD تساوي BC. الضلع AB يقايس الضلع DC وكذلك الضلع AD يقايس الضلع BC. الآن نمر إلى آخر خاصية وهي خاصية الزوايا المتقابلة. في متوازي الأضلاع كل زاويتين متقابلتين متقايستين، فالزاوية ABC تقايس الزاوية التي تقابلها اللي هي الزاوية ADC، ثم الزاوية DAB تقايس الزاوية التي تقابل اللي هي الزاوية DCB. نمر الآن إلى بعض الإنشاءات الهندسية المتعلقة بمتوازي الأضلاع، يعني كيفية إنشاء متوازي الأضلاع بمختلف الطرق، وذلك باستغلال الخاصيات التي تمت دراستها. هناك إنشاءين ينضافان إلى الإنشاء الأول الذي طبعا تناولناه والمتعلق بالتعريف، أي باستعمال المسطرة والكوس. الآن نشير إلى طريقتين لإنشاء متوازي أضلاع. كاين الإنشاء الأول وذلك باستعمال الأضلاع المتقابلة، والإنشاء الثاني باستعمال القطرين. نبدأ بسم الله بالإنشاء الأول. لإنشاء متوازي أضلاع ننشئ ضلعين كما تلاحظ على شكل زاوية سواء حادة أو منفرجة، وباستعمال بركار نحدد كل ضلع وننتقل إلى الجهة المقابلة محافظين على نفس الفجوة، ثم نرسم قوسا. نفس الشيء بالنسبة للضلع الآخر، ننتقل إلى الجهة المقابلة محددين قوسا، وباستعمال المسطرة نتمم إنشاء الرباعي. الرباعي المحصل عليه طبعا هو متوازي أضلاع، بما أننا حافظنا على نفس قياس كل ضلعين متقابلين متقايسين. الرباعي ABCD يمثل متوازي الأضلاع. نمر الآن إلى الإنشاء الثاني وهو إنشاء باستعمال القطرين. لإنشاء متوازي أضلاع باستعمال القطرين ننشئ مستقيمين متقاطعين في نقطة O كيفما كان، ثم باستعمال البركار ننشئ على كل مستقيم نقطتين متماثلتين بالنسبة لO كما تلاحظون، وهي طريقة تعود عليها التلاميذ في السنة الماضية وما قبلها في إنشاء معين، يعني نفس منهجية لإنشاء متوازي أضلاع باستعمال القطرين، غير أن هنا هنا القطرين كيفما كان ليس بالضرورة متعامدان. الرباعي ABCD يمثل متوازي الأضلاع. نتمنى من تلامذتنا الأعزاء أن يكونوا قد استوعبوا ولو قليلا تعريف متوازي الأضلاع، خاصيات متوازي الأضلاع، ثم بعض طرق إنشاء متوازي الأضلاع باستغلال الخاصيات ديال متوازي الأضلاع. وشكرا لكم طبعا، إلى اللقاء إلى درس آخر إن شاء الله.